السباق النسوي الأول على الطريق المسيرة الخضراء، حدث نظم في إطار تنزيل برنامج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات. النشاط الرياضي يهدف إلى تربية الناشئة على القيم ببعديها الوطني والإنساني. يأتي سياق تنظيم هذه التظاهرة في إطار تنزيل خارطة الطريق التي تركز بطبيعة الحال على أنشطة الحياة المدرسية لتمكين أكبر عدد ممكن من التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من مختلف الأنشطة. التظاهرة الرياضية تهدف إلى تكريم المرأة المغربية والتمكين لها وإبراز دورها ومشاركتها الفعالة في ملحمة المسيرة الخضراء ودورها في الكفاح من أجل نيل الاستقلال. النسخة الأولى استطعنا نعبئ ما يفوق 20,000 مستفيدة ومستفيد على صعيد جهة الدار البيضاء ستات. سباق عرف مشاركة تلميذات المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية والمستفيدات من مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد والأطر التربوية والإدارية العاملة بالأكاديمية والمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية وجمعيات المجتمع المدني الشريكة.